أما امتلأت وفرغت امتلأت. الأم دي اسمها نعمي. طيب العيلة دي احنا مركزين في الأم، طب ايه الملء اللي ربنا ملاه لهذه الأم؟ ربنا ملاك ازاي يا نعمي؟ ملاني كتير، ملاني ملاني فعلا. أنا من أعظم سبط ومن أعظم بلد ومن أعظم قبيلة، والرب اداني زوج واداني أولاد ولدين، فمفيش ما يمنع إطلاقا إن ما يجيش المسيح مني إلا لو ربنا مش عايز بس. لكن دلوقتي كل الإمكانيات موجودة، يجي المسيح من كليون الكبير أو يجي من محلون الصغير. ده الملء، والملء ده بيشجعنا في حياتنا لما نجد امتيازات في حياتنا، خصوصا أن الشيطان دايما يحب يقول لنا ما فيش ولا امتياز في حياتك، عنده القضية الفارغة دي، أنه بيستطيع أن يقنع الإنسان أن ينظر إلى النقص اللي عنده، الضعفات اللي عنده، الأمور التعبانة اللي عنده، ويركز فيها تكبر في عينيه قوي خالص، تكبر في عينيه جدا، فيشعر بالظلم الإلهي عليه، إن ربنا حرمه، ربنا ظلمه، ويتذمر الإنسان ويتضجر ويصارع مع الله ويخبط مع ربنا، وبذلك ينجح الشيطان في السيطرة على الإنسان بعوامل نفسية كده يعملها يخليه تعبان جدا في داخله. نشكر ربنا انه نعمي ما كانتش كده، كانت عارفة فضل ربنا عليها، كانت مسرورة جدا. نعمي امرأة تقية بشكل غير عادي، صحيح ما يذكرش عنها ده لفظا كده، لكن كلامها مع كنتيها يورينا ان هي علمتهم ما معنى إله إسرائيل وماذا ننتظر من إله إسرائيل. هنيجي ندرس الكلام ده كده بشيء من التفصيل، لكن عايزين ناخد درس لينا احنا شخصيا. هل انت من النوع او انا من النوع ده ان لما يكون عندي شيء من التعب جسديا او شيء من النقص ماديا او شيء من الاحتياج نفسيا، اي حاجه عندي تكبر في دماغي وارى كل الدنيا لا تساوي شيء الا ان هذا الامر يسد، مين اللي بيسدره؟ ربنا مش بيسدره، فاجد الله مطعون امامي، الله متهم امامي، ليه ما عمليش كده؟ هذه هي مشيئه الله من جهتكم، ايه؟ اشكروا في كل شيء، اشكروا في كل شيء. حاسب من التركيز على الحرمان يبقى الرب ظالم وانا المظلوم ومفيش حد في الدنيا ظروفه زي دي، خرافه، كل واحد ظروفه معجونه مع بعض، الام وضيقات وخيرات، ملء وتفريغ، تفريغ وملء. عيش اراده الرب في حياتك هتعيش مسرور، هتعيش فرحان، هتعيش مرنم حتى في السجون. ابعد عن هذه الإرادة هتعيش نكدي، أعرف نفسك لأنك لا ترى يد الله بل ترى نفسك المظلوم وهو الظالم، ودي أصعب وضع تعيشه في حياتك. اللي حصل إن الست دي بعد ما امتلأت كان قرار الله يفرغها، ابتدى التفريغ. أول حاجة عملها ربنا فرغها من إيه؟ من جوزها. كانت طبعا مش كان حزن رهيب يعني، ونعمي مش شايفه يعني راجعه في الموضوع، مش شايفه نور، مش شايفه داعي، مش شايفه هدف، مش شايفه معنى، ليه تاخد الراجل؟ بعد شويه يعني يمكن سنتين ثلاثه ايه اللي حصل؟ يقول كده مات أليمالك رجل نعمي وبقيت هي وابنها، قعدوا شويه مع بعض، ما عرفش مدة قد ايه، لكن طبعا مش مدة كبيرة.
فأخذا لهما امرأتين. الولدين من اختيارهم للزوجتين الحقيقة كل واحد يتباس، صحيح لحتة زوجتين. أنا لا أتصور أن في بني إسرائيل بنتين زي كده خالص. الاثنين ممتازين سواء عرفة أو رعوس جدا، بس في فرق مهم قوي ده اللي ربنا أظهره في الموضوع بعدين. فالولدين حلوين قوي، اتجوزوا. نسينا آل مالك ليه؟ لأن ربنا عزانا بالولدين، اتجوزوا ناس ممتازة، بنتين ممتازين جدا جدا، مؤبيتين. اسم وحداهما عرفة اللي هي تبقى مرات مرات مين؟ كليون. واسم الأخرى رعوس زوجة محلون. وقعدوا هناك نحو 10 سنين، غالبا دي الرحلة طولها من أولها لآخرها، يعني من أول ما هاجروا دخلوا مؤاب لغاية لما طلعوا مؤاب، سواء متقسمة سنة ومات آل مالك، سنتين واتجوزوا، المهم على بعضها كلها مجموعها 10 سنين. يوصف التفريغ بهذه العبارة، امتلأت، درسنا امتلأت، تفريغ يوصف بهذه العبارة. فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. طب هي معاها مين دلوقتي؟ معاها كنتيها عرفة ورعوس. هو أنا أعمل بهم إيه دول؟ ليه؟ هم دول إسرائيليات، أنا الأمر كله اللي بتاعي اللي أنا بحلم بيه وبعيشه أن المسيح يجي من نسلي. الراجل الإسرائيلي مات بقاله 7-8 سنين، كليون محلون اللي مات أول، محلون وكليون ماتوا 1-2 خلاص ماتوا. دلوقتي إيه؟ واحدة إسرائيلية اللي هي مين؟ اللي هي نعمي. 2 مؤابيتان. طب إيه هيجي المسيح كيف؟ هيجي المسيح كيف؟ ولما ندرس الموضوع معاها ده اللي شاغل بالها كل قصة، تروحوا معايا تعملوا إيه؟ هجيب لكم عيال من فين؟ روحوا لبيوتكم، أنا تعبانة خالص، أنا تركت من ابني ومن راجلي. مع السلامة، ربنا خرب حياتي، أفرغني فضاني، فرعت خلاص، انتهيت، امتليت 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 الأمال كتيرة، الأحلام كتيرة، خلصت انتهت خلاص. أفرغت المرأة من ابنيها ومن رجلها. وفجأة تيجي بارقة أمل إن ربنا رضي على شعبه، وبناء على هذا إدى الخير لإسرائيل. وإحنا عارفين في أيام القضاء حصلت الحكاية دي كذا مرة، يعملوا الشر ربنا يسلمهم ويضربهم ويديهم، يسلمهم المؤابيين، يسلمهم الفلسطينيين، يسلمهم الكنعانيين، أي أسر أي دولة من الدول دي يذلوه، أو ممكن أكثر من دولة كمان، وبعدين يتوبوا ويرجعوا ويصرخوا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا، الرب إيه يترفق ويترأف على شعبه ويرحمهم. سمعوا ان الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبز، قبل كده ما كانش حتى في عيش خالص. تلقائي وجدوا حاجة غريبة جدا حدثت. ايه الحاجة الغريبة دي؟ خرجت هي وكنتها، قامت هي وكنتها وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتها معها، وسن في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. طبعا الطريق ده ياخد له مدة، كل يمكن أسبوعين، ما أعرفش أول يوم تاني يوم إيه المنظر الغريب ده، بص كده كده وطرحين معايا فين ورحين معايا تزرف عاية هناك، رحين معايا فين؟ زي فائت. ربنا برضو كان عايز يدفوه عشان كان عايز يصفي الاثنين، هو عايز واحدة. لو كان راحوا الاثنين احتمال كان بوها يتجوزهم الاثنين على فكرة، بس تبقى شغلانة مش حلوة يعني.
ربنا عايز اللي هيتجوزها تكون واحده بس، لان هو خد مال كليون ومال محلون، ممكن يتجوز الاثنين. ما في ذلك الوقت ما كانش فيه غضاضه في هذا، لكن ربنا قال له انا عايزك يا عمي كامل، ده انت هتبقى جدي تاخد واحده بس، واحده بس، انا عايز ترتيب انا كده. فلازم يصفي الاثنين دول، مع الاثنين حلوين لازم يصفيهم. ففوق نوع من الحب اللي هي عايشاه معاهم والعز ده. فقال يا ستي هم رايحين فين؟ ايوه صح يا رب، هم رايحين فين؟ ورايحين يعملوا ايه؟ فوقف اسمعوا إيه إيه اسمعوا يا جماعه، انتوا حلوين انتوا. قالت لهم ايه بقى؟ فقالت نعمي لكنتيها ارجعوا اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها. أمك أولى بيكي، أمك أولى بيكي. شوف الكلام عن الرب. وليصنع الرب، هو الرب بس في إسرائيل، الرب في كل الدنيا. وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي. الموتى دول احتمال الولدين أو الثلاثة لو هما كان ليهم وقت عرفوا ألي مالك، كما صنعتما بالموتى وبي. وكمان في بلادكم الرب ممكن يديكم فرصة تتهنوا اجتماعيا تاني، ممكن. وليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. قالت لهم الكلمتين دول سواء هم ولا أكثر، لكن الكتاب ذكر لنا العبارة دي على بعض. ارجعوا بيت أمك أنت وهي، ربنا معاكم هنا زي ما هو معاكم هناك، ويعمل معاكم إحسان ويديكم تلاقوا كل واحدة منكم راحة في بيت رجل. واضح أنه سنه صغير كتاكيتي كده ترملوا بسرعة خالص. حصل إيه رد الفعل؟ هما الاثنين زي بعض بالضبط، بالضبط الاثنين زي بعض دلوقتي، لسه ما حصلش الفرق. ده عدد إيه؟ نفس كمالة العدد، عدد تسعة. فقبلتهما، قبلتهما يعني ايه؟ يعني مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. فجأة الاثنين انفجروا في البكاء. فقبلتهما ورفعنا أصوات، هي الثلاثة مش الاثنين، ورفعنا أصواتهن وبكينا. بقت موجة بكى. ايه من مش قادرين نتخيل نسيبك. الوضع التلقائي اللي احنا ماشيين وراك، انت ايه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ نسيبك ونروح فين؟ مش قادرين نتخيل. بيبكوا، بتبكي عشان بقول لك روح لامك؟ بتبكي، امي خلاص غريبه عني، انا اله اسرائيل هو الهي. اله اسرائيل هو الهي، طب ما اله اسرائيل هنا 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 في فرص للزواج، هناك ما فيش. ليه؟ لان الزواج هناك عند اله اسرائيل ليه نظام. النظام ده انتوا مش داخلين فيه. انتوا مؤبيات مالكوش هناك، الا ان واحد يكون ولي يتجوزكم بس. انتوا تغرب هناك هتلاقوا جواز كيف؟ مفيش. لا يدخل مؤابي ولا عموني في جماعه الرب اللي جه العاشر، ثالث وبعد العاشر، ثالث والرابع العاشر كمان. يعني ده مرفوض. فروحوا وربنا يبارككم هنا، وهو هنا مالك ويجيب لكم اسره كويسه تعيشوا فيها. بعد كده رد هم ايه؟ رد الفعل. فقالتا الاثنين مع بعض عرفة ورعوث اننا نرجع معك الى شعبك. نرجع معك الى شعبك. انت قلت اله اسرائيل معانا هنا، احنا عايزين نرجع معك لشعبك، نعيش وياك انت وشعبك. شعبك ده احنا حبيناه من كثر ما سمعنا عن اله اسرائيل واعماله معاكم. نعيش نرجع معك لشعبك. فراحت قالت لهم بقى بإيه؟ بأكثر تفصيل يهودي موجود، وطولت فيها فعلا. قلت لهم احنا عندنا نظام، انا هقوله لكم عشان تبقوا عارفين انتوا رايحين فين، انتوا رايحين مش دارين باللي هيقابلكم هناك. فقالت لهما، فقالت نعمي ارجعا يا بنتي، انا عارفه النظام بتاعنا هناك وبقول لكم ارجعوا. لماذا تذهبان معي؟ جاوبوني طبعا هذا السؤال، لماذا تذهبان معي؟ وانا حجاوبكم دلوقتي، حجاوبكم. انتوا رايحين معايا مفيش امل. ليه؟ هل في احشائي
بنون وانا حامل دلوقتي جوزي ميت من زمان. حتى يكون لكم رجالا، ما فيش، ارجع يا بنتي واذهبا، ده انا حتى شخت عن ان اكون لرجل. وافترض ان ربنا عمل معجزه، حتى بيفترض المعجزات، والمعجزات مش نافعه. ايه المعجزه بتقول عليها دي يا نعمي؟ ان انا النهارده راجل جه واتجوزني النهارده، طبعا ده مستحيل. النهارده في واحد اسرائيلي جه جبلني واتجوزني، وان قلت لي رجاء ايضا لان اصير هذه الليله راجل واولد 9 أشهر بالضبط ولدت، هل تصبران لهم؟ وولدت 2 كمان، ما انتوا 2 ولدت 2، تصبروا ليهم عشان يكبروا؟ يعني ايه يعني انتوا كنتوا 20 سنة تاني، وانتوا عندكم دلوقتي حوالي 21؟ ليه الغلب ده غلب، والطريق تاني مفتوح، امك وابوك وخالك وابن عمك والعيله كلها موجوده، وربنا معاكم برضه مش هيسيبكم. هل تنحجزان من اجلهم عن ان تكون لرجل؟ لا يا بنتي، انا مغمومه عشانكم، انا ما خدتش بالي واحنا طالعين مع بعض ان في حاجه غريبه. ده في ماساه ليكم، ماساه لو رحتوا، ماساه مغمومه جدا من اجلكم، لان يد الرب قد خرجت علي. شفتوا الايمان الحلو بتاع نعمي؟ مين اللي بيفرغ؟ ربنا اللي بيفرغ. مين اللي موت الزوج؟ ربنا. مين اللي موت العيال؟ ربنا. مين اللي حطك في الزنقه دي يا نعمي؟ ربنا. ربنا، يا سلام. صدقني لو تعلمنا درس الايمان هذا، ان من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يامر، لا خطر عليك يا انسان من اي زنقه ربنا دخلك فيها، ولا خطر عليك من اي مشكله ربنا يحطك فيها، طول ما انت عارف ان ربنا اللي حطك فيها، ربنا اللي هيخرجك منها، ربنا اللي فرغ، ربنا اللي يملى. ليه؟ لانه يستحيل ان ربنا يفعل شيء بغير حكمه. بكل حكمه يصنع احداث حياتنا. ممتلئ حكمه، ممتلئ قدره، إله أمين في كل أعماله، إله صالح في كل تصرفاته، إله يفرغ ويملأ بكل مقاصد حكمته. ما أبعد كمن معي آدي أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. الرب أمرني خالص، الرب أمرني، لأن يد الرب قد خرجت علي. حصل برضو دي حاجة مشهورة عند الستات والبنات، البكا، إنهم مش عارفين يعملوا إيه. ثم رفعنا مرة ثانية أصواتهن وبكينا أيضا. وهنا ظهرت نتيجة الامتحان، وأكتر واحد منتظر النتيجة دي كان مين؟ كان الرب يسوع المسيح. مين فيكم ماما؟ مين فيكم ماما؟ ايه اللي حصل؟ عرفة اقتنعت بكلام مين؟ بكلام نعمي. عرفة اقتنعت بكلام نعمي. اوعى تصدق مؤمن حلو حلو وبيأثر في حياتك، يقعد يقنعك بأسلوب جسدي، مناقشة تاخد 3-5 دقايق 10 دقايق وانت تقتنع. تبقى انت غلط، تبقى انت غلط. اوعى تاخد مشورة جسدية حتى من اعظم شخص اثر في حياتك. خد بالك، المشورة دي جسدية ولا روحية؟ دي من ربنا ولا ربنا بيمتحني انا بيها هسمع الكلام ده ولا لا؟ عرفة ما خدتش بالها. كل الكلام ده جسدي يا عرفة، كل الكلام ده جسدي، كل الكلام ده افتراضات مقنعة جدا لكنها غلط جدا، لأنها بتحد الله في التصرف. الله لا يمكن، لا يمكن يستحيل عليه شيء. لا، هل يستحيل على الرب شيء؟ خالص.
ويقول يا ستي ربنا يقدر بس خلاص. لكن اقتنعت، كلام مقنع الحقيقة. وأكتر حاجة مقنعة فيه إيه؟ إن أنا هكون هم عليها، هكون هم عليها، هتبقى كل شوية نعمة تبص لي كده تبكي تعيط، أنا جبتك هنا معايا يا عرفة، أنا اللي زليتك معايا من محبتك ليا جيتي هنا، وادي مفيش ليكي بيت خالص، ولا عارفة تعمل إيه، وعايشة في شعب غريب وشعب ما يحبش المؤابيين بحسب أمر الله لي. اقتنعت عرفة، بس ربنا قال إيه؟ رأوس نجحتي. نفس الكلام اللي سمعته عرفة سمعته رأوس، تأثيره على عرفة إيه؟ فقبلت عرفة حماتها، تأثيره على رعوس إيه؟ وأما رعوس فلصقت بها، لصقت بها حضنتها كده. ما شوفي بقى، اسمعي عايز أقول لك حاجة، قالت لي اسمعي قبل ما تقول رعوس، قالت نعمي اسمع، هو إذا قد رجعت سلفتك، مشت بك قبلتها ومشت خلاص، رجعت إلى شعبها وآلهتها. هنا دخلنا في ايه؟ رجعت لآلهتها، ما هتتعبد لمين هناك؟ إله إسرائيل ده حلو خالص، بس أيام نعمي معاها والرجاله معاها ورعوس معاها. هو إذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. شوف السكة مشيت كيف؟ مش وراها كده، بتسهلها لك، يلا يلا وراها، مش وراها كده اهوت، لغاية لما توصلي المواب هناك. حسمت رعوس الموقف، قالت رعوس لا تلحي علي، ما تقعديش كل شويه تكلميني الكلام ده، الكلام ده ما دخلش جوا انا خالص، ما دخلش، لم يجد صدى في دماغي. لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب، وحيثما بت ابيت، شعبك شعبي وإلهك. مهم أوي، ما تقوليش آلهة مؤاب دي، ما تجيبيش سيرتها تاني، ما خلاص طلقناهم من زمان، سبناهم دول. وإلهك إلهي، حيثما مت أموت، حيثما مت أموت، وهناك أندفن. حتة عبارة هكذا يفعل الرب بيه. شوف لو انا ما روحتش ربنا يضربني. البنت دي حاسه باللي هيحصل ولا ايه؟ ما هو قال لي خلاص بقى انت نجحت، تعالي تعالي اقول لك اسراري، تعالي ليكي خطه مدبره من اله اسرائيل، تعالي. حاسه مش طشاش كده، لكن حصل. هكذا يفعل الرب بيه، وهكذا يزيد، انما الموت يفصل بيني وبينك. هذا النشيد اللي قالته هنا رعوس فذهبتها. يقول الكتاب لما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت خلاص، سكتت، ما كلمتش في السكة ثاني، قاعدة ماشيين طول السكة 10-15 يوم دي، فما وصلوا هناك. فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم. دخلوا بيت لحم، طبعا الناس هناك اتقلبت، لأن الناس هناك غلابة ما لهمش علاقة قوية مع إله إسرائيل، لسه في البداية ربنا راضي عليهم. شافوا نعمي داخلة، ايه قال لي مالك فين؟ مات كليون فين؟ مات محلون فين؟ مات. طبعا التشنج والبكاء والطمو، ايه ده؟ انت نعمي؟ ما تقولي ليش نعمي؟ هي ثابت عليها نفسها طبعا، ما تقولي ليش نعمي؟ لماذا تدعون لنعمي؟ اني ذهبت ومتلئة، الثلاثة دول كانوا معايا. ارجعني الرب ايه؟ ربنا يقول لي يا كذاب يا كذاب، بقى انت فاضي دلوقتي؟ مين اللي جنبك دي؟ مين اللي جنبك دي؟ دي امي يا نعمي، امي، ده انا رحت بعتك عشان تجيبيها لي، تبقى انت راجعه فارغه يا نعمي. ما تبطلي نواح، بطلي لطم، بطلي خرابي خرابي اللي حصل لي. حصل لكيش إلا خير، ما حصل لكيش إلا خير، رحت أنتوا الأربعة تجيبوا لي واحدة بس دي المطلوبة،
وانت هتعيشي معاه لغايه لما تموت وتموتي معاه كمان. خلاص. وعبيد داخل في السكه دلوقتي، بوعز داخل وعبيد داخل وياسا داخل وداوود داخل والمسيح داخل. ده الرجا كله وصل. الرجا كله وصل، ايه الفارغه دي؟ واستعير كلمه قالها ايوب، يقول لك اليس من نهايه لكلام فارغ؟ يوم ما تصعب عليك نفسك وانا مصيبه، حصل لي مصيبه كارثه فاضيه، خلصت خرب، بطل كلام فارغ. ان كنت تقي الله يريد لك ذلك في حياتك لملئك من جديد، ليملأك. فرغت لتمتلئ، وامتلأت. هنقرا بس عددين ثلاثة عن الامتلاء في رعوس أصحاح 4 عدد 13. فأخذ بوعز رعوس امرأته ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لمين؟ لنعمي، باركوا لنعمي من كتر لزقتها هي ورعوس كأنهم واحد. مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم. جاب لك الولي ده من تحت الأرض، ولا أنت كنت فاكراه أخونا بوعز ده، لكي يدعى اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. فأخذت نعم الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات قد ولد ابن لنعمي، ودعونا اسمه ايه؟ عبيد. ده يعني ايه عبيد؟ عبد. وعبيد عبد، عبد الرب، عبد الرب. عيش كعبد للرب، الرب يكرمك في حياتك، سواء انت كنت ام، انت كنت ام، او انت كنت اب، او انت كنت راجل، او انت كنت شاب، او انت كنت لسه طالع من الدنيا في بدايه سن الشباب. تعبد للرب، حب الرب، الرب يكرمك في كل امورك. ولالهنا كن المجد للابد. امين.